عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب، ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي، وكلام نبي فوزي ورشادي، وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معكم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ومر معكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني في كل حال من حالاتك حتى أسوأ الأحوال، قاعد أنت وزوجتك، تعوذ بالله من الشيطان واذكر اسم الله حتى لا يغيب عنك اسم الله في حالة من الأحوال، أو في شكل من الأشكال، أو في وضع من الأوضاع، أن تكون مع الله على كل حالاتك. ومما قيل في معنى هذا الحفظ المذكور في الحديث أن المعنى لم يسلط عليه، لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية. إذا بتسمي ما عاد يسترجي الرب. ليش؟ شو بتساوي التسمية؟ أنا رح أعمل للتسمية صورة. كم بناية فيها درج؟ ما هيك؟ وطابق واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة وسبعين. أنا ساكن طابق من الطوابق، باب البناية تبعي معروف خشب، لكن أنا بخاف حدا يفوت على البيت إذا أنا مالي موجود. بعمل باب خشب، هذا الباب الأصلي، وبحط بعد منه باب حديد. البناية محفوظة وسكانها معروفين، غريب ما بفوت على البناية. خايف من مين؟ خايف من طارش يجي غفلة، يكون مراقب وفوت على البناية، يفتح بيتي ويفوت عليه. إذا أنا موجود بخاف موت بين إيديه، وإذا أنا مالي موجود بخاف ما يخلي لي غرض بالبيت. فأنا عم بعمل وقاية، الباب الحديد. بيتك مأمن في كل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، لما بدك تفوت على البيت صارت باب حديد، ولما بدك تطلع من البيت بسم الله الرحمن الرحيم صارت باب حديد. ما بعرف الصورة واضحة؟ هالتصوير اللي أنا صورته يا ترى يتمشى مع الواقع؟
فإذا بدك تعمل باب حديد مو لباب البناية، لا، تعمل قفص حديد ليحميك من الدبانة إلى الوحوش. هلأ بالعادة الصياد لما بيطلع البرية بده يصطاد وحوش بيلبس حديد حتى الوحش منين ما عضه تتكسر أسنان الوحش وهو ما ينصب. فبسم الله الرحمن الرحيم هي شبك حديد حاميك حيث كنت. فمين بيحب يعني بيني وبينكم يعني شو بدهم ياخذوا؟ ما عندنا شيء. لكن لو كان واحد عنده ملايين مكردسة أمين على حاله ما يعمل شبك حديد؟ ما لازم يعمل شبك حديد؟ فأنت اعمل لحالك شبك حديد حيث كنت. الله يرضى عن شيخنا. إذا بدي لبسه الجبة كلكم بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يرضى عنه. صارت بسم الله الرحمن الرحيم على لساننا نحن من كثر ما سمعناها من الشيخ، صارت طبيعية. ما منحسن اتحرك حركة بغير بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كنت تسمي الله سبحانه وتعالى لم يسلط عليك مخلوق، لأنك قاعد بقفص حديد محمي ببسم الله الرحمن الرحيم. بالكردي إذا واحد خاف بالليل بالنهار بيعرف إنه جايين ياخدوه، واحد عم يرجف مخوفه. شو بيقول؟ حلمكم يعد كردي تيكون ماج بسم الله تشتكتني، يعني بسم الله ما في شيء، ما في شيء يأثر علي طالما أنا بذكر اسم الله، ما هيك في الكردي؟ طالما أنا بذكر اسم الله ما في شيء في الكون يأثر علي، فأنا محمي بحجاب بسم الله الرحمن الرحيم. بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مين عبادي؟ الذين يذكرون اسمي في السر والعلن في الظاهر والباطن فاسمي لا يفتر عن ألسنتهم. فكم من الذكر من فائدة وأثر في الحفظ من السوء والسلامة من المكروه. هذا كله منين؟ من عند بسم الله الرحمن الرحيم. ومر معكم في الدروس الماضية
لا تمنع بسم الله الرحمن الرحيم بحال من الأحوال، إلا بحال كشف العورة بسم الله بدون الرحمن الرحيم، ليكن اسم الله مقدر ومقرب على كل ما في الكون. فممكن أنا أبدل بسم الله لا إله إلا الله، بجوز واحد يقول لا إله إلا الله هو خالع ثيابه، بجوز شيخ عبد الحميد إذا مفتينا قال بجوز لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ذكر الله، سبحانك ما أجملك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، هذا كمان ذكر يطلق عليه ذكر يا شيخ بشير؟ ما بعرف شيء أنا، ما بعرف أقول غير الله 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 الله، كمان هذا ذكر. إذن الذكر لا يمنع في حال من الأحوال ولا في حال قاعد أنت ومرتك على فراش الزوجية تقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني إذا صار في حمل بهذا اللقاء لا تجعل الشيطان على هذا الحمل سبيل، فهذه تكون حصن للجنين في بطن أمه عندما يكون مضغة علقة، يبقى في حماية الله ما دمت تذكر أنت اسم الله. أخي أنا بهذيك الساعة بدي يجي لعالي إني أقول بسم الله، نعم بسم الله لا تمنع في حال من الأحوال إلا بحال واحد، بحال واحد تمنع، في أحد منكم يمر على الحال الذي تمنع بسم الله من فمه في حال لا يلفظ فيه بسم الله؟ إذا كنت أنت متفق مع صديقك الحميم اللي بتحبه بيحبك بتنفذ له أوامره، هل هو إبليس هل هو الشيطان؟ فعند ذلك يعثر عليك بسم الله الرحمن الرحيم. مشايخ عم يستمروا في حال تمنع بسم الله الرحمن الرحيم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. متى هيمن وتغلب ما عاد يعرفوا يذكروا اسم الله، صارت الغفلة أقرب إليهم من الذكر. فإذا شايف حالك غفلت بحال من الحالات عن اسم الله فاعلم أن الشيطان استولى عليك وقد ركب على كتفيك ودندر رجليه.
شلون بيركب؟ في أحد منكم عنده ولد مدلل؟ الولد مدلل أبوه بيحط له رجليه على كتافه، بيحط إيديه تحت مؤخرته، بيعمل له هيك يقبر ويكفين، مو هيك بيساوي؟ فإبليس ممكن يعود على كتافك بهذه الصورة وتقول له أهلا وسهلا بحبيبي، ويطالع الأم تبع المزهر ويرشلك على وشك، فترى الباطل حق والحق باطل. ممكن ولا ما ممكن؟ فإذا بدك ما يقرب عليك، عليك باسم الله الرحمن الرحيم. باسمك أشرب، وباسمك أكل، وباسمك أكتب، وباسمك أقرأ، وباسمك أقوم، وباسمك أجلس. معناها لما صار أنت على لسانك بالفطرة اسم الله في كل الحالات، ما عاد يمر عليك مين يلعب عليك ويحططك الطاعة وتقطع لك راسك، لأنه لا يمكن إلا بغفلة عن الله. بيجي الشيطان بيستولي، ما تستولى، بأرجيك الحق باطل والباطل حق، تسرط في الجورة ما بتحس على حالك. أليست هذه ثمرة من ثمار ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ثمرة أو ثمار؟ إنقاذ حياتك باسم الله تعالى، ووجود سعادتك باسم الله تعالى، وحياتك من البداية إلى النهاية باسم الله تعالى. من يستطيع أن يتغلب عليك بهذه الحالة؟ اللي يا أبو أحمد مين بتغلب عليك؟ ما عدا يعني صرت أنت أمير نفسك؟ لا، صرت أنت الملك وتحكم على من حولك، لأنك تمسكت باسم الله تعالى. إنقاذك من السوء وسلامتك من المكروه، وذلك من مرغبات الحرص والمواظبة على ذكر الله تعالى بأي صيغة وبأي حال. أنا بدي فوت على التواليت بالفرنسي اسمه تواليت، بغير ضوي، عند الدخول بسم الله، وعند الخروج بسم الله، عند الدخول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث اللي بده يطلع منك، والخبائث الشياطين والعفاريت والعرود. أنا مرة واحد نزقرتية اجا بالليل على جامع الأموي بآخر المسكية في مرحيض، فاتو ده غير ضوه، هو جوا برا سمعوا شو عم يحكي، روحوا لا
ما فشلت بمسع رقبتك. الناس وقفت برا على الباب بدها تشوف مين هاد ومع مين عم يحكي جوا. بعد ما خلص وطلع وربط شرواله طلع واحد قال له خير ان شاء الله، مع مين عم تعيط؟ قال له هالاخوات هيك وهيك اجوا عم يلعبوا معي. قال بدي نطنوا الجرس. فقلعتهم وسبيتهم وبهدلتهم ما رديت عليهم. الواحد غيره شو بيعمل؟ شباب شو صار؟ قال انا دخلت باسم الله فكيف ابالي بالشياطين اللي قاعده جوا والحمامات. هلا المرحاض شو اسمه باللغه الشعبيه؟ حمام. ايه الحمامات مسكن الشياطين، حمامات السوء اكثر من حمامات البيت. هذا مسكنهم. اما اذا كنت انت ساكن ما تخليهم يسترجوا يفوتوا، تدخل على الحمام باسم الله وتطلع باسم الله، وين عبد يسترجي الشيطان يعود؟ اضرب لكم مثل على بسم الله ماذا تفعل بالشيطان. اذا جبنا كتلة رصاص ضربنا فيها زلمة شو بساوي؟ بتقتله؟ اذا حطينا هالكتلة رصاص بشوية نار شو بصير فيها؟ بتتحول إلى سائل؟ بصير سائل؟ من كتو كت بشر ونحطه بالقالب بيطلع مثل ما بدنا. كنا بزماننا نساوي بدلة أسنان من الرصاص. نصب اسنان بالقالب ونحط طبعة النيرة نسكب رصاص تطلع البدلة طرية بتنضب بتنفتح. يعني شلون بدك بتصير؟ فبعد ما بيدوب رصاصات تحسن تحط اصبعتك فيهم بتشعر بالقساوة، صاروا سائل مثل مي. فكلمة بسم الله الرحمن الرحيم تجعل الشيطان يذوب كما يذوب الرصاص بالنار وكما يذوب الملح بالماء. هيك بتساوي بسم الله الرحمن الرحيم. فبرأيكم ضرورية في كل حال أو ما فيه إلا هذيك الضرورة؟ شو رأيكم؟ في ضرورة؟ يعني الضرورة أن تكون بسم الله في كل حركة وسكنة سلبية أو إيجابية؟ هيك لازم؟ ما بعرف أنتوا عم تحكوا معي على قناعة ولا عم تحكوا معي؟ يعني ممكن الوجهين. اللي عنده قناعة 100% يرفعنا أصبعته. يا ترى عم بتطبقوا عمليا بسم الله على كل حركة وسكنة؟ لما عندكم يقين بأن اسم الله يفعل المعجزات وأنتم مهملين لإسم الله؟ ما بعرف. أنا هون وقفت مكتوف الأيدي لا علم لي.
والله قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. أنت عليك أن تذكر اسم الله، وعلينا نحن الكمالة. في آية بتشير إنه اسم الله بيكون حرز للإنسان، ما بيصير يقرب عليه لا شيطان الإنس ولا شيطان الجن. أنا راح أفتح المصحف شوف في شيء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لو الأمر إلهي الله بيحفظك باسمه، لأن اسمه وأمره إذا تلاقيا فيغلب اسمه أمره. الأمر أمره، لكن لما بيتغلب عليك اسمه هو بيحجب أمره عنك. إذا كان الأمر جاي بأمر ما ويوقف الأمر إذا أكثرت من ذكر الاسم. فعليك بكثرة ذكر الله، وذكر الله الإمام والقائد والذي أنت بحاجة إليه في حياتك وبعد مماتك. إن ذكر الله من أنفع العبادات، قلبت صحيفي أنا. إن ذكر الله من أنفع العبادات وأعظمها، والغفلة عن ذكر الله خطأ كبير وخطر على قلب العبد، فليحذر المسلم من ترك الذكر وليرطب لسانه بذكر الله في كل وقت وفي كل مكان، حتى إذا جاءت لحظة الفراق فإذا هو ينطق بلا إله إلا الله، وتكون آخر كلامه فهنيئا لمن وفقه الله وختم له بخاتمة السعداء. من كلمات مشايخنا الله يرضى عنهم: اللهم إني أسألك الرفيق الأعلى. الطيارة الطابق في سعر، في درج، في غرفة صغيرة فوق بالضعف سعر. ليش؟ مع العلم انه فوق الغرفة ضيقة بدينا بزول واحد فيها، تحت اوسع. ليش فوق أغلى؟ لنتعلم. كلما ارتفع الإنسان يصير السعر عليه أغلى. بالبنايات الطابق الأول حقه 10 مليون، الطابق الثاني 11،
الثالث ب 12 الرابع ب 15 العشرين صار 60 مليون. ليش؟ قال أخي الطابق الأول تحت خنيع ما بيشغل فيه الهواء، أما فوق تلاقي الهواء عم يلعب شمالا وجنوبا. لذلك الهواء بعدين فوق الشمس إضافة إلى الهواء، واحد بيترك شمس جاعه تحت في أعلى من الشمس. بيقولوا البيت الذي تدخل إليه الشمس لا يدخل إليه طبيب، يعني معظم المرض من الكركمة والتخباية. قال الواحد يكون قاعد بالعراء مع العلم. أعداد أهل المدينة أمراضهم 80%، أما القرويين يعني أمراضهم 40%، أما البدو أمراضهم 10%. شو السبب؟ لأننا عايشين بالصحراء ما في حواجز تحجزون. هذول في حواجز تحجزون، هل في حواجز تحجزون بصير صحتهم أسرع للمرض من غيرهم، وكل ما غمقت لتحت بصير الصحة بتتعب أكثر. لذلك دور على البيت اللي فيه شمس. أنا بروح على شغلي بتيجي شمس ترعى بالأوضة، بيجي أنا ما بشوف شمس. أنت إشعاعات الشمس اللي علقت عندك بوسط الأوضة بتفيدك وأنت قاعد بالظلام. لا تفكر إشعاعات الشمس راحت، لا، يبقى أثرها. شلون بدي أعرف أنا أنه يبقى أثرها أو لا يبقى؟ شلون بدي أعرف؟ ما بعرف، علموني. إذا جبت شقفة قماشي حطيتها على ضوء الكاز على بلورة الكهرباء فترة زمنية وملتصقة فيها في مسافة، بعد فترة القماشة بيتغير لونها. شو اللي بيغير لونها؟ النيونة ما لها إشعاعات مثل البلورة العادية. إذا عندك نيونة على الحيط والحيط تبعك مطروش أبيض، بعد سنة سنتين تناوق فوق النيونة بتلاقي نفس البياض لما بدأ بالسواد. منين إجا السواد؟ البلورة بيضاء، الترنس تبع النيونة بيعمل حرارة ونيونة بتعمل حرارة، فهالحرارة بتعمل إشعاعات تلزع على الحيط وأنت لا تدري. بعد زمن بتلاقي السواد ظهر. كذلك إشعاعات الشمس لما بتفوت على الغرفة بتعمل أثر أنت ما بتشوفه هلأ، لكن مع المستقبل البعيد بتلاقي الغرفة اللي ما فيها شمس قربوا والغرفة اللي فيها شمس ما بيقربوا.
لأن الإشعاعات الحرارية بتعالج لك القريب قبل ما يصل. ما بعرف كلامي أنا منطقي ولا أسطيحي، شو رأيكم دكتور محمد؟ شو رأيك؟ منطقي يعني، ما بحكي كلام أسطيحي، لكن لا يدرك المعاني إلا من غاص في بحر المعاني. اللي على الآن في بحر الألفاظ لا يمكن أن يدرك المعاني، أما اللي غاص في بحر المعاني يدرك المعاني ويدرك ماذا أقول. أنفع العبادات وأعظمها الذكر، والغفلة عن الذكر خطأ كبير وخطير على قلب العبد. خطير من إيش؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. معناها الشيطان سيطر عليك وصرت أنت عبد الشيطان وعم تمشي مثل ما بده الشيطان، ما عاد إلك لا حول ولا قوة. وليرطب لسانه بذكر الله. لا يزال لسانك رطب من ذكر الله تعالى. حضروا حالكم، إمتى بدي أذكر الله؟ قد في كل وقت وفي كل مكان، حتى إذا جاءت لحظة الفراق، لحظة الجهل، أو اللحظة المجهولة. جهل ولا مجهول؟ مجهول، ما هي اللحظة المجهولة عليكم كلكم، وما حدا منكم يعرفها إمتى. يا مساكين كلكم جهلة، واللي عنده علم يقول لي أنا إمتى بدي موت. الشيخ عبد الحميد إمتى؟ ما بتعرف شيء. في أمريكا طبيب في المستشفى قال له أنا عندي ضيف جاي من الشام، فبتحبوا كلكم تجوا تعشوا عندي؟ اجوا. اجتمعوا له شي 40 طبيب، قال احكي لهم كلمة عن الإسلام. قلت قبل ما احكي لهم دار كل واحد شو اختصاصه، لا احكي لهم عن الاسلام، لشوف الاسلام لوين واصل عندهم. قال انت شو عندك؟ قلت له انا اذا بدي احكي بدي اهل العلم تفهم علي، اما اذا جماعه جهلاء ما بعرف بحكي معهم انا. واحد من هون قال شيخ نحن كليتنا اطباء. اهلا وسهلا، اذا كنتوا اطباء يعني كليتنا علماء نحن. قلت له والله انا مالي شايف فيكم ولا واحد عالم. اشتغلت العصبيه واشتغلت النرفزه واشتغلت، انا عم بضحك ما عندي خبر شيء. أم واحد قال لي شيخ لا تشوف حالك علينا. والله ما عم شوف حالي عليكم أنا يعني. قال شلون عم تفصلن بين الجهل ونحن كنا علماء؟ قلت له عفوا أنا عم بصبكم بالجهل حتى تثبتوا لي علم. قال اسألنا شو بدك. قلت له بخاف إذا سألتكم سؤال اثبت جهلكم. قال لا شو بدك تسأل؟
من الدين من الطب من بدك تسأل؟ قلت لهم مين منكم بيحكي لي إمتى أنا بدي موت؟ فصاروا طلعوا بعضهم قال هي ما حدا بيعرف غير الله. قلت له إذن كلكم جهلاء. لما ربعوا براءة التسليم وصاروا كلهم جهلاء هذيك الساعة شو ما حكيت أنا صار كلامي انهضم، لأنه اعترفوا بالأمانة كلهم علماء وأنا شو بدي أحكي. وأنا إذا تعلمت من شيخنا الله يرضى عنه، إذا كان قاعد مع ناس يعني مثقفين علماء قبل ما تبدأ بحديثك عالج نفوسهم ليصير عنده القدرة يهضم كلامك. بعدين كان الحديث مدة ربع ساعة حسب الطلب، عم بيحكي قاعدين عم بيسمعوا. بعدين سألت واحد قد ايش صار الساعة؟ صار الساعة 12. ما نحاسين معك لما نزلوا قبل كل شيء انه نحن ما لنا علماء جاي نتعلم. الجلسة كانت من بعد العشاء لساعة 12 ما حسوا على حالهم. وهذا فن من فنون الدعوة إلى الله اللي أنا تعلمته من شيخنا. قبل شيء جرده ويعترف إنه هو ما عنده شيء، بعدين شو ما زرعت له بيقبل. أما هو طبيب وأنت شو بدك تحكي له عن الصلاة؟ بيعرف صلاة أكثر منك. الله يرضى عن شيخنا خالك يا ابني، شو بتبرئ صلاتنا عن صلاة بياع البطيخ؟ ولا كل واحد ممكن يحط حاله بميدان. شو بتفرق صلاته عن صلاة اللي بيلم القمامة بالأحياء؟ هذاك بركعوا بالسجود، انت بتركعوا بالسجود. في موجود بيناتكم من يعي أن صلاته مقبولة وتصعد إلى الله؟ وفي من الناس صلاته ما بتصل عند أذنيه، ترجع تضرب في وجهه. لذلك بدنا ندير بالنا الصلاة ذكر والقرآن ذكر والتسبيحات ذكر وذكر الله ذكر، لكن في عنا الخاص والعام. العام يخصص والخاص يعمم، لكن أيهما أفضل الخاص أو العام؟ العام أفضل من الخاص. الخاص لك لحالك، أما العام. والله لما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، خصص ولا عمم؟ لا، عمم وخصص. اللفظ خاص والمعنى عام. فيه شيء أبو أحمد ما تبرمجت عنده. الذين آمنوا هذا خاص، ما جمع البشر كلهم. أما لو قال يا أيها الناس كان عام، لكن لما قال يا أيها الذين آمنوا قصد الخاص ولفظ الخاص وقصد به العام.
اللفظ الخاص الذين آمنوا، لكن عمم كل من يقول أنا مؤمن. هذا علم إيش؟ علم الخاص والعام. نسينا ما؟ أنا ما نسيته، لستعتني عبرجع للذكرياتي وبقرأ الخاص والعام. شو اسمه العلم؟ ما سمعت. أصول الفقه، علم الأصول. أصول؟ نعم. هذا علم الأصول. نعم. ببحث بالخاص والعام. ما قريتوا علم الأصول؟ هذا يا أيها الذين آمنوا، أليس اللفظ الخاص بالمؤمنين وعام يعم المؤمنين، لكن عام لكل الناس إذا أرادوا، أما المؤمنين بطبعه وغير المؤمنين ما لهم سائلين. اللفظ الخاص ويقصد به العام، كل مخلوق مكلف بذكر الله لكن ما عم يطبعه. هلأ قديش إلنا نحن عم نحكي على ذكر الله؟ هلأ إذا بعملكم فحص، أنتوا اللي قاعدين من الجامعة ومداومي على الدرس، يلي منكن عنده برنامج ربع ساعة مع الله كل يوم، ما بيحكي مع مخلوق، بيقعد هو والله ربع ساعة بيناتكن، مين يرفع أصبعته؟ كم أصبع بيرتفعوا؟ قلائل. فهذا اللفظ الخاص الذي يقصد به العام. فالله يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا اتفقت مع أخي أبو أحمد، أنا اختصر شوية هو يختصر شوية لحتى ما يأذن المغرب نحن قاعدين، بس تخلص تجي لعندي بتأخذ المصحف. أنا امبارح صليت العشاء عنده، لقيت مصحف المصاحفي اللي أنا حاطتهم بالجامعة، لكن لقيت المفروض جبته بالليل ما نمت لساويته وطبقته، وهلا بياخذه معه على الجامعة. في حدا منكم عنده هالهمة شاف بالجامع مصحف مفروض بيحمله ما بيشاور حدا، بيروح بيصلحه وتاني يوم بيرجعه؟ حدا بيساويها؟ تعلموا علو الهمم، وعلو الهمم تصنع العجائب في الرجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كانت في سببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم رحمهم الله، أنسهم الله، عوضهم الله الجنة،
اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم، ولقهم الأمن من عذابك حتى يلقونك آمنين مطمئنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وأهل الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب، ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي، وكلام نبي فوزي ورشادي، وكلام نبي فوزي ورشادي.